صباح الخير يا ولاد. دلوقتي هنشرح الدرس الثاني في الوحدة الثانية. الدرس الثاني بيتكلمنا عن أعلام قبطية في خدمة الوطن. يعني إيه كلمة أعلام؟ يعني ناس ظهرت كان لها دور مهم في خدمة الوطن. إحنا ناخد شخصيتين وهندرسهم وهنشوف إيه الدور اللي قاموا بيه وإزاي أثروا في الوطن. اول شخصيه كانت شخصيه احنا ما عصرناهاش لان هي كانت قبلنا بسنين، والشخصيه الثانيه كانت معاصره لينا، معظمنا شافها معظمنا سمعها وفي ناس كمان مننا اتعاملت معاها. الشخصيه الاولانيه شخصيه كانت في بدايه القرن الاول الميلادي، شخصيه اثرت في الوطن، شخصيه كان لها دور وكان لها منصب مهم. الأول هنقول الآية مع بعض بتاعت الدرس: انظروا إلى نهاية سيرتهم الحسنة وتمثلوا بإيمانهم. معناها إيه؟ يعني إحنا نبص الناس دي وصلت فين دلوقتي ونبتدي نمشي على نفس خطاهم. وصلت فين من ناحية إن هم دلوقتي في السماء، إن هم دلوقتي بيتنعموا وجودهم وسط القديسين، إن هم لحد الآن لهم مكانة كبيرة على الأرض كمان ولسه سيرتهم العطرة وسطنا. طيب الشخصية الأولانية شخصية القديس المعلم إبراهيم الجهني. المعلم إبراهيم الجهني مين هو؟ المعلم إبراهيم الجهني وعاش في أي وقت ونشأته كانت إيه وإيه الدور اللي مثله الوطن وإيه المناصب اللي تقلدها في الدولة؟ أول حاجة المعلم إبراهيم الجهري ولد من أبوين مسيحيين، كانوا زي أي أب وأم، كانوا متواضعين جدا ورغم فقرهم لكن كانوا أب وأم تقيين، علموا ابنهم وهذبوه بالتعليم المسيحية، ومش كده وبس لأ، علموا الحساب لدرجة إنه اتقنوا. ولده كان اسمه يوسف الجهري، كان يعمل في الحياجة، يعمل في الحياجة اللي هو الخياطة. ولد في قليوب في محافظة القليوبية، تعلم قلنا الحساب وأتقنه وكان شاطر جدا فيه. طيب قبل ما يمسك مناصب في الدولة قام بعمل مهم جدا، قام بنسخ الكتب الدينية، ومعنى كلمة نسخ معناها ان هو كان بيكتب، معناها ان هو كان بيكتب بخط ايده الكتب الدينية ويقدمها للبابا يأنس الثامن عشر. هو رغم ان العمل ده كان شاق لكن هو كان بيحب العمل ده. طيب المعلم ابراهيم الجهري تقلد العديد من المناصب المهمة في الدولة، كان اهمها او اولها ان هو كان كاتب خاص لاحدى امراء الممالك. طيب يعني ايه كان كاتب خاص؟ يعني كان مسؤول عن تدوين حساباته، الرسائل اللي بيبعتها، كل حاجة خاصة باحدى الامراء دول. والعمل ده كان يتطلب انسان امين جدا، علشان كانت فيه رسائل سرية جدا بتوصل من الملك من الامير والى الامير. تاني حاجة وعشان امانته اصبح رئيسا للديوان، اي ان دلوقتي منصب وزير، بعد كده صار كاتب القطر المصري في عهد ابراهيم بك، وكاتب القطر المصري بما يوازي دلوقتي رئيس وزراء. فامانته تدرج لغايه ما وصل وبقى رئيس وزراء او كاتب القطر المصري. المعلم ابراهيم الجهري كان له العديد من فضائل، منها التواضع، الأمانة، كان رغم ان هو وصل لأكبر المناصب لكن كان شخص متواضع جدا، كان متحكم في نفسه، كان لين الجواب زي ما بيقولوا، ما كانش سريع الغضب. كان دايما المقولة المشهورة عنه: إن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فأسقيه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. كان دايما المقولة دي بيتبعها في كل حياته. محبته للآخرين، يقال قصة
ان كان يوم عيد القيامة، وروح ورجع البيت لقى مراته مطفيه كل الانوار، فسالها ليه، فاجابته قالت له ان جارتهم ما احتفلوش بالعيد لان جوزها كان سجين، فاستصدر امر باطلاق سراح السجين وقضى العيد مع اولاده. بعد كده هو احتفل هو وزوجته وابنته بالعيد. التجارب اللي مرت عليه في حياته كانت احداهم تجربة صعبة جدا، ان هو فقد ابنه الوحيد. المعلم ابراهيم الجهري كان لديه 2 من الابناء، ابن يدعى يوسف وابنة تدعى دميانة. وقبل زواج ابن يوسف وبعد ما اعد له منزل لزواجه، ربنا سمح ان هو يسافر السماء. ورغم ان هي كانت تجربة قاسية جدا، لكن ربنا بعت له القديس الانبا انطونيوس في ليله من الليالي علشان يعزيه هو وزوجته. وفعلا القديس بعد الحادث ده، ورغم ان هو كان مؤلم جدا بالنسبه له، لكن بعد ظهور الانبا انطونيوس ليه ابتدى القديس يطمئن وابتدى يحس ان ده عزاء من ربنا. وبعد حياه طويله وبعد سيره عطره وبعد خدمات كتيره قدمها للوطن وبعد خدمات كتيرة قدمها للناس اللي حواليه، تنايح القديس بسلام. وانتقل المعلم ابراهيم الجهري في 25 بسنس الموافق 1795، وصار في جنازته ابراهيم بيك اللي هو كان حاكم مصر في وقتها، وده لانه كان قدر عالي، مش قدر بس ان هو كان رئيس القطر المصري، لا كان قدره وقيمته عالي عند الناس دي لامانته واخلاصه وتواضعه.